فما هي قصة الشيخ أحمد العوام؟ كان في داخل مدينة الخرطوم في أثناء الحصار عالم أزهري من رجال الثورة العربية اسمه الشيخ أحمد العوام، كان قد نفي إلى السودان بعد فشل هذه الثورة، يقول نعوم شقير في تاريخه. وكان في الخرطوم رجل من خطباء الثورة العربية يقال له أحمد العوام، وهو مصري الجنسية حسيني الانتساب، وقد نفي إلى الخرطوم بسبب الثورة العربية، فرأى الثورة المهدية في وجهه فتشيع لها. وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ 17 من رمضان سنة 1301 هجرية 11 يوليو 1884 ميلادية، سماها نصيحة العوام، فإذا هي ثورة محضة، وقد أعلن فيها تشيعه للثورة المهدية وكرهه للحكومة الخديوية أي المصرية، ومما قاله مشيرا إلى موظفي حكومة الخرطوم: وطالما جادلتهم بالحق سر ونصحت لهم حتى في دار الحكومة جهرا على مرأى ومسمع من وكيلها النصراني، يقصد جوردن، أن يسعوا في الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله، فلم أجد بينهما محقا كلا ولا ساعيا بكلمة حق لإخماد هذه الحرب بين المسلمين وعباد الله المؤمنين، ولذلك اعتزلتهم وجميع المحصورين إلا من جاءني يسعى وهو يخشى، فإني أبذل له محض النصح حتى يفتح الله بيننا وهو خير الفاتحين. وقد أثرت أقواله تأثيرا سيئا في نفوس أهل الخرطوم، فسجنه جوردون وكبله بالحديد، ثم عفى عنه وجعله معاونا في الحكمدرية براتب 1500 قرش في الشهر، ولكنه ما لبث أن عاد إلى سابق عادته من انتقاد أعمال الحكومة وتهييج أهل البلاد ضدها. ولما جاء الخبر بزحف المهدي على الخرطوم وأعلن جوردن خبر قدوم الجيش الإنجليزي، جاهر الشيخ العوام في تكذيب جوردن وتصديق المهدي، ولم يقتصروا على ذلك، بل أغرى إحدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكلك الذخيرة بقصد إحراقه، فسقطت الجمرة على بعض الأوراق فأحرقتها، فشعر بها الحارس فأطفأها. واعترفت المرأة أن أحمد العوام هو الذي أمرها بذلك، فأمر جوردن بقتله فقتل في سراي الشرق. ومن ذلك يتضح أن المعركة كانت واحدة في كل من الخرطوم والقاهرة، ولهذا كان الضباط والجنود المصريون يفرون بأسلحتهم إلى معسكر المهدية، وقد أعدم جوردن ضابطين مصريين كبيرين في الخرطوم بتهمة الخيانة قبل سقوطها في يد الثورة.